نروح بقى على النادي الاهلي مباشره. النهارده الاهلي بيواصل تدريباته على ملعب مختار التتش طبعا استعدادا لمواجهه الحرس الوطني بطل النيجر. دي المباراه المقرر لها يوم 16 من اكتوبر الجاري في ذهاب دور ال 32 بدوري ابطال افريقيا. طبعا الاهلي بيكثف تدريباته خلال الفتره دي بشكل قوي جدا وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره قال ان الفريق سوف يتوجه الى النيجر يوم 14 اكتوبر الجاري على ان يخوض مرانه الوحيد يوم 15 على ملعب المباراه قبل 24 ساعه فقط من مواجهه فريق الحرس الوطني في ضربه البدايه لبطوله دوري ابطال افريقيا في نسختها الجديده. طبعا احنا هنتابع مع حضراتكم اولا باول كل تفاصيل تدريبات الفريق الاول ان شاء الله، بس حضراتكم مشكورين، تابعونا باستمرار تجدوا ما يسركم. طيب